خسائر تنظيم القاعدة المعلن عنها نتيجة الهجوم العسكري الذي ينفذه الجيش اليمني في مناطق غيلبة وزير والشحر تبدو للوهلة الأولى متواضعة، لكن خطورة الأوضاع في مناطق كثيرة من حضرموت التي اتخذها التنظيم ملاذا آمنا لعناصره بعد إخراجهم من أبين تؤكد أهمية تحرك السلطات المباغت واعتمادها على وحدات من الجيش فقط مسنودة بسلاح الجو لتنفيذ هذا الهجوم وتزامنه مع تحذيرات أطلقها دبلوماسيون غربيون في صنعاء من وجود مخطط وشيك للقاعدة يستهدف إسقاط حضرموت. نسمع اليوم عن محاولات لمشروع إرهابي في منطقة المكلا، هذا المشروع هو إخضاع كل المنطقة لديهم كما حصل في أبين في يونيو 2011. أدعو كل الجهات إلى التنبه لهذا الأمر. نحن نواجه هذه الآثار نيابة عن كثير من دول العالم، لذلك نرجو أن يكون العالم جادا معنا في مواجهة هذه الحملة. وقبل أن تكمل مهمتها وصف الرئيس هذه العملية العسكرية ضد القاعدة في غيلبة وزير والشحر بالضربة القاصمة، لكن صعوبات الأوضاع السياسية والاقتصادية واستمرار هشاشة الأوضاع الأمنية ضاعفت حجم التحديات التي تواجه الرئيس اليمني. أمس وأول أمس لواء 27 ميكا كان محاصر نتيجة طرق الإمداد اللوجستية الطويلة، لكن هذا أيضا له علاقة بانتشار خلايا الإرهاب في المناطق الطرفية. وفيما تخوض السلطات اليمنية حربا شبه مفتوحة مع القاعدة في معظم مناطق الوسط والأطراف، يرى مراقبون أن انشغال الحكومة بالصراعات والانقسامات السياسية في صنعاء وتخريب المنشآت الخدمية ضاعف من معوقات الحرب على الإرهاب. انشغال الحكومة بالصراع السياسي وانقسام مؤسسات الدولة المختلفة ترك فراغ كبير جدا استغلت القاعدة وتمددت من حيث استقطاب عناصر جدد، من حيث تواجدها في مناطق مكانية مختلفة، من حيث نفوذها إلى درجة إعلانها لإمارات مختلفة. يبدو الرئيس هادي أكثر جدية ووضوحا في الحرب على الإرهاب، لكن تعدد جبهات الصراع وكثرة التحديات تفرض عليه إعادة ترتيب أولوياته بما يحقق النجاح في الحرب على القاعدة. محمد منصر، العربية، صنعاء.